انت ايه يا جدع انت؟ لا بتكل ولا بتمل. مش كفايه اللي حصل لك المره اللي فاتت اللي تحت راس ميرفت دي كانت هتضيعك. انت تعرف عني كده بلاطه؟ لما اللي زي يكل ويمل ويقول حرمت من دي النوبه يبقى على الدنيا السلام واروح اطفي نفسي بالحياه احسن. يعني اللي في دماغك في دماغك ومش هرجع عنه. مش كل مره تسلم الجار انك تخش بغشوميه كده على بيت ميرفت زي اللي حصل المره اللي فاتت؟ ممكن تضيع وما تعرفش ايه اللي مستنيك. ومين قال لك اني هكبس بغشوميه؟ امال انا واخدك معايا ليه؟ وانا هاجي معاك؟ لا اوعى تكون عايز تورطي وتخلع انت في ليلتك اللي مش معديه دي. ما تجمد قلبك يا جدع، انت محدش يعرفك ولا خلقتك اللي تفتح النفس دي عدت على حد فيهم قبل كده. يعني عايز نعمل ايه بالظبط في ليلتك دي؟ قوم غير هدومك وانا في السكه هرسيك على كل حاجه. انت لسه قاعد؟ ما تقوم يا عم غير هدومك. انت خايف ولا ايه؟ ما تخافش يا بلاط، انت صاحبي وحبيبي وانا مش ممكن اعمل حاجه تنزيك ابدا. انت تقول لي على جدعانتك وشجاعتك؟ ده انت وقت الجد تبيع ابوك شخصيا. طب يلا ورينا كمان خطوتك. الله يخرب بيت ابو ام اليوم اللي طبيت فيه عليا، ويخرب بيت ابو ام معرفتك. بكره لو عدتيلي يسبق كله ويعلم عليهم كلهم، وهتشوف بعينيك يا بلاطه ابو وخ عالزيرو.